ندعي شحاب يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرفش اشي اسمخ وبعرفش شو بصير معاي بنص البال بكلاشنكو. مرحبا، اليوم جيت لكم باغنيتين شوي رح يخف عقلكم، لتامر حسني ومروان موسى ولاب يوسف. رح نعمل مقارنة بصراحة من ناحية الاغنية والانتاج الموسيقي ومن ناحية الفيديو. انا بصراحة فان لمروان موسى ولأبي يوسف مش لتامر حسني، وبدنا نعطي رأينا بصراحة، بدناش نطول، خلينا نحضر الفيديوهين. الشمس والروح والنيل والارض اللي تكفي وتشيل ده براح للقى ملاك. يا جماعة بسألنا ليش بضحك هسا؟ تامر حسني يعني فنان المراهقة، يعني فنان مراهقة لكل حدا وهو صغير، ففاهمين انا كنت اسمع تامر حسني كتير. قايم على غنوة واعلام فوق طايرين، الشمس والروح والنيل والارض اللي تكفي وتشيل ده براح للقى ملايين على غنوة واعلام فوق طايرين. ارفع ايدك عالي قاعد لي تعالي رج الارض بصوت عالي خلي العالم. بصراحة انا مش رح احط الفيديو كامل عشان موضوع الكوبي سترايك، وعشان انا انسان بحبش الفيديو يطلع عن 7 دقايق، لانه انا بعرف لو انه انا محل اي حدا فيكم رح امل، فرح احاول اقص من هذا الفيديو لانه شوي طويل، بتخيل بتحكي عن 4 دقايق، فرح اقص من هذا الفيديو. يا جماعة اللي 90 سنة مش سامع اشي لتامر حسني حرفيا، يعني مش متذكر اخر مرة سمعت اشي او فتحت اشي لتامر حسني، وانا انسان يعني كنت اسمع لتامر حسني بحكيش لا. داخل جوه مع التين كله هنا معلمين، دوسة تانية على البنزين تقلب لنا الموازين، قعدة للصبح كله بالحب نركز ونشن ونطلع التوب نعمل انلوك شفرة بتفك سحابة تحتينا المنظر يخط جاي خاني السلافي طلعونا على المريخ. نايس طلع جاي حواديت رايحة بينا على البيت، لحظة بتيجي مرة ما بتتعدش نحضر طول الجولة ما بنتعبش ودي وعلي الفوليوم على الماكس علي 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 السقف. مين هاي يا جماعة؟ ما اتفقناش انه في حدا غيرهم. هدى شربيني بعرفهاش. يا جماعة فيرس مروان موسى كتير حلو صراحة، يعني ما بديش اكذب، يعني عمل لمسة بالاغنية. يلا بينا دي لغة واحدة بينا يلا بينا يلا بينا دي لغة واحدة بينا. يا جماعة انا بضحك انه طلع تامر حسني جنب مروان موسى، الاشي غريب ويرد بالنسبة إلي صراحة. بسرعة بسرعة أغنية أبي يوسف بسرعة، كل شيء غريب. ركز معايا وات الليمبي؟ اوكي اسمعني هقول كلام وتفهمني، الفليكس ويا دول اصلي والباقي كله يجمعني معانا تتقدر على الدنيا تتغير. لا لسه في اكتر بنطلع الفلكسيه باتنين معروف ان احنا جامدين 20 مليون وعديين واللي يجي معانا يدير معاهم كمان حدا ودينا. اوكي واللي يجي معانا يدير واو دوسه واحده سابقين السكه ده احنا سالكين فرق احنا نصحين سوية جاهزين احنا نلخص في كلمة. مستحيل هذا العمل مستحيل. اسمعوا الاغنية هديك حلوة بس هاد كفيديو وكاغنية اجمد بكتير. هديك حلوة لطيفة يعني بتنسمع، ومروان موسى ضاف عليها لمسة، والصبية اللي غنت كمان لطيفة، بس هذا العمل مجنون. تنجي نخلص ما لسه تقدر
انتوا فاهمين اكم لوكيشن فيه بالتصوير يا جماعة؟ اللي بيفهم بالتصوير وبيفهم بهاي الامور راح يختار هذا الاشي حبيبي. الفليكساوية نصحين وفي كل حتة موجودين، فعملنا لهم الفليكساية بدقيقتين. فليكس النظام رقم واحد. واللي يجي معانا يطير. وال اسمعوا هذا العمل المخيف. يعني أنا أوكي هذا العمل لفودافون، ودي كانت أغنية كاملة يعني كثلاث دقائق نحكي لأربعة، بس أنا مستعد أسمع هاي أكتر من هذيك بصراحة، هذا رأيي. فلا لا أغنيتها بيوسف ومحمد سعد ودينا بتفوز يعني، وهم مغمضين عن جد. بالنهاية هذا رأيي، رأيي لا يعتمد على رأيك. المهم نشوفكم حلقة جديدة وفيديو جديد من برنامج رأيي مش مهم. تنسوش تكتبوا لي بالكومنتات لمين حابين أعمل رياكشن على فيديوهات، عشان لازم تساعدوني لأني أنا بعرفش كل الفنانين اللي بالعالم يعني. وهذا هو، نشوفكم حلقة جديدة. بيس.